حول الموضوع ينضم لنا من أربيل مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، ما هي أبرز تحضيرات لمعركة الحويجة؟ ما أوجه التشابه وأيضا الاختلاف ما بين هذه المعركة والمعارك السابقة؟ نعم خديجة، بما يخص معركة الحويجة، القوات العراقية المشتركة استكملت استعداداتها لانطلاق هذه العملية. القوات العراقية بانتظار ساعة الصفر، حتى الخطط تم استكمالها كما علمنا من بعض الضباط العراقيين. أوجه التشابه والاختلاف هي ليست مختلفة كثيرا، حتى جغرافية المنطقة ليست مختلفة كثيرا عن تل عفر وعن غرب المناطق غربية الموصل وغربية الأنبار، هي جغرافيا مشابهة لهذه المناطق. لا يوجد هناك تحديات من هذه الناحية أمام القوات العراقية، ولكن المساحة التي تحاصرها حاليا القوات العراقية والتي هي الهدف من عمليات تحرير قضاء الحويجة هي مساحة شاسعة جدا. هي صحراء ممتدة ما بين ثلاثة محافظات التي هي محافظة كركوك ومحافظة نينوى ومحافظة ديالى. هي تقدر ما لا يقل عن 280 كيلومتر مربع. هذه المساحة هدف القوات العراقية تحريرها بالكامل، إضافة إلى مركز القضاء الذي هو أكبر تجمع سكاني في هذه المرحلة سوف يتم. طيب ماذا بالنسبة للنازحين، بالنسبة للمدنيين؟ نعلم بأن هنا عدد كبير، هناك عدد كبير من المدنيين محاصرون في داخل الحويجة، وضعهم يعني، وهل تمت تهيئة الأوضاع بالنسبة للذين سيستطيعون الهروب أو الذين يخرجون من الداخل إذا أمكن؟ نعم خديجة، أكبر تجمع سكاني هو سيكون في مركز قضاء الحويجة ومنطقة الجزء الشرقي من منطقة الشرقات. هذين المنطقتين هما الأكثر تواجدا للمدنيين، ولكن أغلب المدنيين في هاتين المنطقتين كانوا قد خرجوا سابقا في أوقات سابقة. أكثر من 80% من السكان المحليين لهاتين المنطقتين قد تركوهما. هذا ما سوف يسهل المهمة أمام القوات العراقية، كون هذه المناطق هي شبه خالية. التركيز السكاني والمدنيين يتركزون في بعض القرى القريبة من منطقة الحويجة، هناك تركيز أكثر للمدنيين. القوات العراقية أكملت المهام الإنسانية أيضا، كل ما يتطلبه من مخيمات، هناك مخيمات مهيئة في الجانب الغربي من نهر دجلة في منطقة الشرقاط، وكذلك إلى الجنوب من الشرقاط هناك مخيمات جهزت وأكملت لغرض استقبال نزوح المدنيين حال انطلاق العمليات. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة وسام يوسف مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.